سيدي الوزير، قبل إنشاء مصانع تركيب السيارات كنا نستورد السيارات، وكانت الخزينة العمومية تستفيد من أموال بالنسبة للجباية وكذلك بالنسبة للتيفيا. لكن بعد ما انشأنا هذه المصانع اللي هي تركيب وعطيناهم امتيازات خيالية، أرض مصانع موجدة، ربطناهم بالكهرباء، عندهم كل الوسائل باش يخدموا وباش يعطيونا حاجه للبلاد، باش يخدموا لنا الشباب تاعنا، باش يجيبوا لنا سيارات اقل سعر. واش نلقاو سيد الوزير؟ نلقاو انه السيارات عاد في الجزائر اغلى من اصلها في البلد الام. يعني السياره اللي تسوى في فرنسا ولا في المانيا البلد المنشا تاعها، هنا في الجزائر تكون اكثر. انا باغي نفهم فقط سيد الرئيس، سيد الوزير، مش سؤالي وحدي، سؤال 43 مليون مواطن جزائري. حنا هذه الشركات هذو اللي حليناهم تاع تركيب السيارات، حليناهم باش يستفيدوا هما 3 4 5 10 12 عبد هما اللي يستفيدوا، ولا باش يستفيد الجزائر كامل؟ نهار كي حليناهم كان دفتر الشروط سيد الوزير يقول بلي لازم ينشئوا مناولات، شركات المناولات. وين هي شركات المناولات؟ فات 5 سنوات، دفتر الشروط فات لي 5 سنوات، يعني انقضى تاع تركيب السيارات انقضى. لحد الان كاش ما شفنا شركة مناولات، كاش ما خدموا الشباب تاعنا. نهار كي كانت الجزائر واقفه على رجليها وكنا حابين نخدموا صح البلاد، كانت شركه اسمها شركه سوناكوم، كان كل شيء تخدم في الجزائر، شاركنا بها فرالي ونجحنا فيها وجينا احنا الاولين في 79. لكن اليوم للاسف الشديد شنو راه نشوفوا سيد الوزير؟ لا شيء. سيارات. والغريب في الامر، بعد ما تكون حملات من عند الشعب الجزائري يكون واعي ويقول خليها تصدي، الغريب في الامر واش يكون سيد الوزير؟ انه تكون تخفيضات بمبلغ 100 مليون، هذا هو اللي بغى الشعب الجزائري يفهمه، يعني 100 مليون هذاك نحاها هذا المركب، ما نقولوش المصنع، هذا المركب نحاها من دراهمه الخاصه ولا بغى يتمزى بها على الشعب ولا وش هو؟ هل الفارق هذا تاع 100 مليون هو هامش الربح تاعه ولا هامش الربح تاعه اكثر؟ سيد الوزير لازم نطرحوا عدة أسئلة، ولازم نحاسبوا هذ الناس بعد ما فاتت 5 سنوات، واش درتوا لنا إضافة؟ بعد ما عطيناكم كل الامتيازات، واش قدمتوا للجزائر؟ واش قدمتوا للسوق الجزائرية؟ راكم هلكتونا، هلكتوا الخزينة، كنا نستوردوا كنا نجيبوا في الدراهم ندخلوا في العملة الصعبة، بعد ما عطيناهم كل هذه الامتيازات واش استفدنا منهم؟ سيد الوزير مجموعة من الأسئلة حتجاوبونا عليها. متى يتم إعادة النظر في دفتر الشروط الذي يحتوي على فراغ قانوني كبير لكي يجبر هذه المصانع على الالتزام بكل تعهداتها؟ هل سيتم استحداث لجنة تحقيق في الأسعار وتضخيم الفواتير؟ ما هي خططكم لرقابة السوق ووضع حد للاحتكار؟ ما هي تدابير الإجراءات التي تتخذونها لضبط أسعار السيارات لتتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن اللي راهي مهلوك القدرة الشرائية تاعو هذه الأيام؟ حتى نهار كي فرح قال راح يديروا لنا سيارات جزائرية، لقى روحه مسكين لا يقدر لا يشري، لا الأوروبية ولا الجزائرية. سيدي الوزير، احنا ماناش ضد أنه نصنعوا، بالعكس احنا نكونوا سعداء نهار تعود سياره جزائريه 100% ونصدروا كما تطمح انت وكما تقول في القنوات التلفزيونيه، نطمح الى تصدير الى الدول الافريقيه. لكن واش نصدروا؟ نجيبوا من هنا نفخوا الربض نعاودوا نصدروا هما؟ يا سيد الوزير، ها وين البطاله اللي راكم تقولوا نقصت؟ نهار كي نديروا صح شركات المناوله تنقص البطاله، هي ما نقصتش، هم كل يوم ما يحرقوا ويموتوا على جال ما كانش، ما لقاوش واش ياكلوا، ما لقاوش واش يخدموا. لا علينا. لكن سيد الوزير، الشيء اللي نحبوا ناكدوا عليه انه احنا كنواب ونتكلموا على اسم الشعب، هذا هو ما يخفاناش. انا تاع نقولوا مصانع في سطيف ولا ما كانش سيد الوزير، ما كانش حاجه كبيره، اذا كان مصنع ولا اثنين معناها ماهيش راح نعمموها بنسبه 40%، 40% عباك واش معناها؟ معناها كل هذا المصانع تاع التركيب كل تعود تخدم، يا مازالوا يجيبوا الباراشوك من هيه، يا كل شيء يجيبوه من هيه، ينفخروهم هنا ربضوا يديهم، المشكل وين؟ زيد السامبول زاد تقسم على زوج. حنا ماناش باغيين نتكلموا برك على باش نصدروا ونكونوا فرحانين باللي قاعدين نخدموا، وما نكونوش رطار بزاف لدرجه انه نهار كيخدموا في دوله معينه براءه الاختراع تاع سروال جينز كانت 1814، نجيو اليوم حنا فرحانين نقولوا راح نصنعوا اول سروال جينز في الجزائر، وهذه مش اهانه لا ليك ولا ليا ولا لاي واحد، ولكن شي نحبوا نقولوه نتطوروا. راك تقول باغيين نتطوروا على 5 سنين، فات 5 سنين، سما لازم لنا 40 سنه 50 سنه باش نتطوروا باش نقدروا نديروا صناعه تاع السياره هنا في الجزائر. هكذاك يا سيد الوزير، ها الشعب ويستنى من عندكم، راكم انتم اللي حاكمين الدولة ويستنى من عندكم الكثير، واش تقولوا استنى استنى شحال راح يستنى؟ عطيونا توقيت، إذا قلنا يفوتوا 3 سنين نعطيكم 5 سنين نعطيكم، هاي فات 5 سنين الأولى، واش كاين بعد 5 سنين؟ وأنا قلت لك سيد الوزير في سؤالي كان محدد، قلت لك واش هي الإجراءات اللي راح تديروها باش تحاسبوهم؟ أقل شيء راقبوهم. هل الفوائد هذه اللي راهم يديو فيها كل، يا أخي حنا لازم يطلعوا طبقة تاع 10 و15 عبد على شكرا للزميله النائب اسمها زوار.